ده كان اخر كلامنا النهارده ببرنامج برنامج الجدعان ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقه النهارده اتكلم في موضوع هام جدا قطاع الزراعه الاليه والميكنه في وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي كنت في احد الايام براجع الارقام اللي حققها في ميزانيه وزاره الزراعه الارقام ضعيفه جدا والسبب هو ان كثير من المزارعين يجهلون الخدمات اللي ممكن يقدمها قطاع الزراعه الاليه والميكنه في وزاره الزراعه لمشروعاتهم الزراعيه عندنا قطاع ضخم جدا منتشر على مستوى الجمهوريه ويمتلك ميكنه بمليارات الجنيهات ولا نستفيد به على الاطلاق اللهم الا بعض المزارعين اللي يعلموا هذا القطاع ومدى قيمته وقدرته على مساعدتهم. من فضل حضراتكم عندنا قطاع كبير جدا في وزاره الزراعه يمتلك ميكنه وخبرات فنيه ويمتلك قطع غيار لهذه الميكنه وكل هذه الاصول تقدر بمليارات الجنيهات وايجارها رمزي للغاية استفيدوا بهذا الأمر مش نقعد نقول التكلفة عالية علينا والمدخلات غالية والميكانة غالية والمعدات غالية طب احنا عندنا قطاع يتبع وزارة الزراعة يتبع دولتك وبيقول لك من فضلك اتقدم وتعالى وفوز وتعالى نساعدك بميكانة حديثة جدا ودعم فني حديث جدا ونقول لك ازاي أرضك تحقق أعلى انتاج وازاي تعمل حصاد لا تفقد أي شيء من المحصول لان عندنا أحدث ميكنة في العالم في قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة القطاع موجود وكل فروعه على مستوى الجمهورية معروفة وقدامها عشرات الآلات والمعدات اللي بتنادي المزارعين من أول توشكا وشرق الوينات وحتى شمال سيناء ومطروح كل هذه المواقع فيها قطاع الزراعة الآلية والميكنة وكل جهاز مع الخبراء الفنيين اللي بيشغلوه وكل فرع في الخبراء الفنيين اللي يقدروا يساعدوك كيف يمكن استغلال قطاع الزراعه الاليه بشكل امثل لزياده العائد الزراعي استفيدوا من هذا القطاع قطاع الزراعه الاليه والميكنه بجد الايجارات رمزيه للغايه والهدف هو دعم القطاع الزراعي. ده كان اخر كلامنا النهارده في برنامج الجدعان انتظرونا غدا السبت الساعه 7 مساء وحلقه جديده من برنامج حضراتكم الجدعان.